بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة. Ishimwe kuzoni bya Allah subhanahu wa ta'ala uyu munsi turaza gutangira dusobanura igitabo kitwa usul thalatha. قبل أن نبدأ بالشرح نسأل أسئلة خمسة. Mbere yuko dutangira ibisobanuro turabaza ibibazo bitanu. السؤال الأول: لماذا ندرس التوحيد؟ Kubera iki twiga tawhid. خلقنا لنوحد الله. Twaremwe kugira ngo dusenge Imana yonyine. حق الله على العباد. Nukuri kw'Imana ku bagaragu be kuba yasengwa. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقبل شيئا من العبادة إلا بالتوحيد. لا تقبل العبادة إلا بالتوحيد. الله ناقة شورا قاتيرا إيسنجيش إلي جيري جيوس كيري كمونا بانجي كمسينغا وينيني أغامي كريو وينيني لا يدخل الجنة إلا موحد نا شورا كوينجيرا موجوريت ومونو كوري كيرين زيرمي الله وينيني تكثير الحسنات كونجيري بجيزة تكفير السيئات كوري كيبيبي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إنهم زي ما أنا زوز زاجي أري كيوزي دوها ما لا يمكن أن أسألك إنسان يقول لك هل أنت موحد تقول نعم وأنت لا تعرف التوحيد معنى كاذب إسب جابيش وكاكم منشور كم وزاتي ويوي ميري ما أنا يعني زبقة تيجو وموازا توحيد كياري كيو كيان غصي كوي ميري ما أنا كياري كيو أهو أتين هاب جونزي ويونجو يبا كوبيش قد يسألك سائل يقول هل أنت مشرك ومن شورا كوبا سيسيو شورا كوبا انجي كاني مانا تقول اعوذ بالله انا لست بمشرك وكم قالت ماني بين دين دي جنها كون شورا كوبا انجي كاني الله يقول لك طيب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك نوني هو وكم بابا موزو تأسيو الشرك نوني مانا يابوش جنييه إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري. يجوز تازي الشرك يا ريو وقيت جيدو شوكواتي وشوكوا ربوي مري شرك وتازي كاري شرك. رأس الكفر أبو جهل كان يعرف التوحيد ولهذا لم يرضى. rero Abu Jahl we yari umukuru w'abahakanye Imana ariko yari yararize tawhid ariko ntago yigeze yishimira gukurikira umuyoboro wa Allah هل تريد ان يكون ابو جهل يعرف التوحيد طبعا هو لم يدخل في الدين هو راس الكفر لم يدخل في الدين لانه يعرف التوحيد وانت لا تعرف التوحيد ابو جهل ubwe ntigeze yinjira mu dini ariko yarazi tawhid noneho ibaze we yarazi tawhid ariko ntinje ntiyemera Imana ibaze wowe noneho ntuzi tawhid watubwira kwemera Imana gute إذا لابد أن نتعلم التوحيد ونتعلم الشرك حتى نحذر منه ونحذر منه والله أعلم. rero ni ngombwa yuko twiga tawhid cyangwa se usenga Imana yonyine hanyuma tukirinda no kuba twayibangikanya ku n'icyo ari cyo cyose.